بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام: العلماء ورثة الأنبياء. العالم عندما نشخص العالم سواء كان الشيخ الأسرى هذا العلامة الفذ المجاهد البطل الذي أبى إلا أن يتكلم كلمة الحق ولو وصل مصيره إلى الإعدام لا سمح الله، هو هذا حقيقة العالم. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أتدرون ما العالم؟ قالوا: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: العالم هو الذي يعمل بعلمه، ومن لم يعمل بعلمه فليس بعالم. المجال مو سطور في الصدور، المجال مو كذا سنة دراسة، المجال مو كذا كتاب قرأته، هذا ليس هو المقياس الذي عندنا في تشخيص كلمة عالم. عالم علم زائد علم زائد عمل. العلم ينادي العمل، فإن لحقه وإلا بطل العلم. هذه الحقيقة التي نبين هذه الليلة عن هذا البطل. هاي نموذج ينبغي أن تقتدي به العمائم الشريفة البطلة التي لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أطيل، وإنما أريد أن أقول مرحبا بك أيها الشيخ الصبور الصامت الذي نهجت نهج طريق ذات الشوكة للأولياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الطريق ليس كل أحد يسلكه حتى لو كان عالما. العالم لا يمكن أن يؤدي رسالته وهو جالس قابع في بيته، لكن يمكن أن يؤدي رسالته إذا كان قابعا خلف القضبان، لأن وجود السجين سيما إذا كان له رتبة بقاؤه في السجن ثورة مستمرة وشعلة لا يمكن إخمادها إلا بخروجه من السجن. الثورات تمتد وتتواصل إلى ما شاء الله بوجود صبر هؤلاء القابعون في السجن. شيخنا الشيخ النمر ليس هو في الخطيف في السعودية ونحن في البحرين، لأن العالم عالما حتى لو كان في الصين، حتى لو كان في بلد غير إسلامي، حتى لو كان في الطائرة، عالم يؤدي دوره الرسالي، يخرج لأجل إصلاح الأمة، يخرج لأجل أن يتشبث بأفضل وأزكى فرعا من فروع الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأمر ويأتمر، ينهي وينتهي.
هذه حقيقة العالم التي أثبتها شيخنا البطل الصابر الشيخ نمر باقر النمر، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه عاجلا وليس غريبا على الله. قد يكون الإنسان في بطن حوت ويحفظه الله كما حدث للنبي يونس، وقد يكون في غياب السجون ويخرج عزيزا كما خرج يوسف الصديق. وهكذا رموزنا، شيوخنا، أبطالنا، أولادنا في السجون، كلهم لا يخرجون إلا وهم ثابتون على المبدأ، ثابتون على هذا الطريق الشائك الذي لا خسران فيه. إن قتل استشهد، وحصل على وسام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، وإن انتصر انتصرت الأمة بجهوده وجهاده ومواصلة عمله.